مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. درسنا لهذا اليوم عن الظاهرات التضاريسية تحت مياه البحار والمحيطات، أهداف الدرس. يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يقارن بين خصائص المحيطات المتجمدة، أن يفسر تكون مظاهر السطح تحت مياه البحار والمحيطات، أن يذكر الظاهرات التضاريسية تحت مياه البحار والمحيطات. عزيزي الطالب، هيا نشاهد الصور التالية لكي نتعرف على عنوان درسنا اليوم. نعم، المحيط المتجمد الشمالي. المحيط المتجمد الجنوبي. أحسنتم. والآن أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم عن الظاهرات التضاريسية في قاع البحار والمحيطات. لدينا مجموعة من الصور تدل على عدة ظاهرات تضاريسية كالجبال والهضاب والسهول والأودية والتلال. الهدف الأول أن يقارن الطالب بين خصائص المحيطات المتجمدة. عزيزي الطالب، قارن بين المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي. قارن بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. من حيث الموقع، فالمحيط المتجمد الشمالي هو الجزء الشمالي من المحيط الأطلنطي، أما المحيط المتجمد الجنوبي يضم المحيط الهادي والأطلنطي والهندي. من حيث المساحة، فالمحيط المتجمد الشمالي يشغل مساحة 14 مليون كيلو متر مربع، وهو أصغر المحيطات. أما المحيط المتجمد الجنوبي فيشغل مساحة تصل إلى 20 مليون كيلو متر مربع. أجب عن الأسئلة التالية: يعتبر المحيط المتجمد الشمالي هو الجزء الشمالي للمحيط الهندي الهادي الأطلنطي. نعم، المحيط الأطلنطي. كم تبلغ مساحة المحيط المتجمد الجنوبي؟ 20 مليون كيلو متر مربع. ماذا يحدث لو زادت مساحة المحيط المتجمد الشمالي؟ نعم، تزيد من نسبة المياه المتجمدة في المحيط الأطلنطي. تقويم بنائي للهدف الأول: قارن بين المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي. كما ذكرنا سابقا، من حيث الموقع، فالمحيط المتجمد الشمالي هو الجزء الشمالي من المحيط الأطلنطي، أما المحيط المتجمد الجنوبي يضم المحيط الهادي والأطلنطي والهندي. من حيث المساحة، نجد أن المحيط المتجمد الشمالي مساحته 14 مليون كيلو متر مربع، والمحيط المتجمد الجنوبي يضم أو يشغل 20 مليون كيلو متر مربع. الهدف الثاني: يفسر الطالب تكون مظاهر السطح تحت مياه البحار والمحيطات. عزيزي الطالب، هيا معا نتجه إلى الكتاب المدرسي صفحة 94
ولاحظ معي الصور الموجودة أمامك وأيضا الموجودة بالكتاب المدرسي، وأجب عن السؤال التالي: ما أسباب تكون التضاريس تحت سطح البحار والمحيطات؟ ما أسباب تكون التضاريس تحت سطح البحار والمحيطات؟ نعم، تشير الصورة التي أمامك إلى النشاط البركاني والحركات الأرضية، أما الصورة الثانية تشير إلى تأثير حركة الأمواج والمد والجزر. ما وجه التشابه بين تضاريس سطح الأرض وقاع البحار والمحيطات؟ ما هو أوجه التشابه عزيزي الطالب؟ قيعان البحار والمحيطات ليست مستوية، نعم، بل تتضمن الكثير من مظاهر التضاريسية التي لا تختلف عن المظاهر الموجودة والمعروفة لنا على اليابس، إلا في حدتها، وذلك لعدم تعرضها لعمليات التعرية التي تتعرض لها التضاريس على اليابس. نعم، استنتج من الصور التالية عوامل تشكل مظاهر السطح تحت مياه البحار والمحيطات. استنتج من الصور عوامل تشكل مظاهر السطح تحت مياه البحار والمحيطات. نعم، تشير الصورة الأولى إلى النشاط البركاني، حركة الأمواج والمد والجزر، وأيضا تحلل الكائنات الحية والرواسب البحرية. عدد عوامل التي تشكل مظاهر السطح تحت مياه البحار والمحيطات. كما ذكرنا النشاط البركاني والحركات الأرضية، أيضا تأثير حركة الأمواج، بالإضافة إلى تحلل الكائنات الحية والرواسب البحرية. عزيزي الطالب، هيا نتجه معا إلى الكتاب المدرسي صفحة 94 وقراءة فقرة المحيط الهادي، ثم الإجابة على الأسئلة التالية. لاحظ واستنتج عزيزي الطالب أهم الظاهرات التضاريسية في قاع البحار والمحيطات. الرصيف القاري، نعم، الرصيف القاري هو شكل من أهم الظاهرات التضاريسية التي توجد في قاع البحار، وأيضا المنحدرات القارية كما تشاهدونها في الشكل الذي أمامك، المنحدرات القارية وأيضا السهول العميقة من ضمن أيضا أهم الظاهرات التضاريسية، السهول العميقة والجبال المحيطية والمخروطات البركانية الغاطسة، أيضا الخنادق المحيطية. صف مظاهر السطح التي تراها. أهم الظاهرات التضاريسية في قاع البحار والمحيطات، نعم، الرصيف القاري، وهو المنطقة المجاورة للكتل القارية تحت المحيط، ويمتد حتى المنحدر القاري، ولا يزيد عمقه عن 200 متر تقريبا. إذن هذا هو الرصيف القاري، وهذا هو كما ترون في الصورة المنحدر القاري الذي لا يزيد عمقه عن 200 متر. لا تتجاوز مساحة الأرصفة القارية في العالم أجمع عن 8% من جملة مساحة المسطحات البحرية والمحيطية في العالم،
ويتباين أن يختلف اتساع الأرصفة القارية، يعني تختلف من مكان إلى مكان آخر في من حيث الاتساع، بينما تختفي تماما كما هو الحال بالنسبة لمعظم السواحل الإفريقية الواقعة تحت جنوب خط الاستواء. وضح الأهمية الاقتصادية للرصيف القاري من خلال الصور التالية. تعد أغنى المناطق البحرية في ثرواتها السمكية، فسر ذلك. نعم، لأن آشعة الشمس تستطيع أن تتعمق فيها حتى القاع، فتنمو الكائنات العضوية التي تتغذى عليها الأسماك. بعض الأرصفة القارية تحتوي على ثروات بترولية ومعدنية كبيرة مثل شرق البحر المتوسط وبحر الشمال، بحر الشمال وأيضا الخليج العربي. إذن لدينا عدة أمثلة: البحر المتوسط، بحر الشمال، والخليج العربي. المنحدر القاري. افتح الكتاب معي عزيز الطالب صفحة 96 كي نشاهد شكل المنحدرات القارية كما تشاهدونها أمامكم. لاحظ وحدد الفرق. استنتج الخلاف بين المنحدر القاري عن الرصيف القاري. هذا هو شكل المنحدر القاري، وهذا هو شكل الرصيف القاري. الرصيف القاري هي المنطقة الممتدة من الكتل القارية وحتى المنحدر القاري. المنحدر القاري المنطقة الممتدة من الرصيف القاري حتى المرتفع القاري، حتى المرتفع القاري هذا الجزء. الرصيف القاري لا يزيد عمقه عن 200 متر تقريبا، لا يزيد عمقه عن 200 متر تقريبا. أما المنحدر القاري يبدأ من الرصيف القاري عند عمق 200 متر وحتى المرتفع القاري هذا الجزء، حتى المرتفع القاري. السهول العميقة. افتح الكتاب معي صفحة 96 ولاحظ هذه الصورة. توجد مساحات شاسعة من قاع المحيطات تبدو كسهول. لاحظ هذه الصورة الموجودة أمامك واستنتج أهم خصائص السهول العميقة. نعم، تتميز باستواء سطحها تقريبا. تظهر على سطح بعض جبال المنعزلة. من أمثلتها سهل المحيط الأطلنطي الشمالي على عمق 5500 متر من تحت سطح البحر. الجبال المحيطية كما تشاهدونها في قاع البحار والمحيطات هي عبارة عن سلاسل جبلية تمتد تحت سطح الماء لمسافات طويلة وتضم كثيرا من المظاهر التضاريسية التي نعرفها. ومن هذه الأشكال الوديان، الصدوع والهضاب والقمم البركانية تكونت في مناطق الضعف والتصدع الكبرى في القشرة الأرضية. إذن سبب تكون الجبال المحيطية هو مناطق الضعف والتصدع في القشرة الأرضية. ومن الأمثلة على الجبال المحيطية سلاسل المحيط التي تمتد من جزيرة أيسلندا في الشمال حتى القارة القطبية في الجنوب. المخروطات البركانية الغاطسة. المخروطات البركانية الغاطسة
هي عبارة عن مخروطات بركانية توجد قمامها تحت المحيط. توجد قمامها تحت المحيط. ما النتيجة المترتبة على تراكم الحمم البركانية على مدى ملايين السنين؟ نعم، تكونت جزر هاواي، عزيزي الطالب استعن بالكتاب صفحة 99، وهيا بنا نتعرف على شكل أيضا من الظاهرات التضاريسية تحت مياه البحار والمحيطات، الخنادق المحيطية أو ما يطلق عليها الأخاديد. هي عبارة عن أودية شديدة العمق، عبارة عن أودية شديدة العمق كما تشاهدونها في هذا الشكل الذي أمامك. نشأت بفعل الحركات الانكسارية في مناطق مختلفة في قيعان المحيطات. يعتبر خندق ماريانا أعمق الخنادق البحرية، إذ يبلغ عمقه 11,034 متر كما تشاهدون معي في الشكل. هذا هو خندق ماريانا ويبلغ عمقه 11,034 متر تحت مستوى سطح البحر، ويعد من أعمق الخنادق البحرية. عزيزي الطالب، أجب معي عن الأسئلة التالية. هي عبارة عن مخروطات بركانية توجد قمامها تحت ماء المحيط. نعم، المخروطات البركانية. عرف الخنادق المحيطية. عبارة عن أودية شديدة العمق. ماذا يحدث لو لم يوجد مناطق ضعف وتصدع في القشرة الأرضية؟ نعم، لا تتكون الجبال المحيطية. أحسنتم. سؤال التقويم البنائي، ما أهمية الأرصفة القارية الاقتصادية؟ وهذا السؤال موجود في الكتاب المدرسي صفحة 114، السؤال الثالث رقم 3. نعم، الإجابة تعد أغنى المناطق البحرية في ثرواتها السمكية، وبعض الأرصفة القارية تحتوي أيضا على ثروات بترولية ومعدنية كبيرة. أعزائي الطلاب، نشكركم وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.